d'État pour le prix d'une. C'est magnifique. Très bien, très bien. Merci. On va commencer dans 15 20 minutes. Hein? On va arrêter de parler dans la voiture. الحق أننا حين فكرنا في مؤسسة منتدى الصيدة في تنظيم ندوة عن تأثيرات الطاقة في التوازنات السياسية والاقتصادية والدولية، أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع التي يعيشها العالم بعد جائحة كورونا، ثم خلال الحرب في أوكرانيا، ودور الطاقة في رسم السياسات الدولية وفي تحديد معالم التوازنات الاقتصادية عبر العالم، سواء في لحظات الانهيار الكبير لأسعار البترول كما كان في سنتي الجائحة، وما أفرزه من انهيارات متتالية لعدد من المؤسسات المالية والاقتصادية عبرها. فإننا نعيش اليوم طبعاً فترة لم يسبق لها مثيل، وإن خرج العالم من سنتين طبعاً من الجائحة الوبائية كما تفضلتم وتضخم المتزايد وضيق السياسات النقدية وتسجيل أقوى ارتفاع للدولار منذ جيل، فبالنسبة للبعض سنة 2022 تشبه حرب الأسعار، أسعار النفط التي عرفتها العالم في سبعينات القرن الماضي، التي فقدت فيها اليابان وألمانيا تنافسيتها للولايات المتحدة الأمريكية، في حين اليوم يتعلق الأمر أكثر بالغاز الروسي أكثر من هو وليس بالنفط العربي. أو I'll say it in English for those who didn't get it. اليوم كنلتقينا في مدينه الاصيله الجميله، في واحد المنتدى اللي صراحه تكلمنا فيه على واحد السؤال اللي هو مهم، اللي هو التاثير ديال الطاقه على التوازنات الاقتصاديه والجيوسياسيه في العالم باسره، هو في افريقيا وفي المملكه المغربيه طبعا. وهذا اللقاء كانت واحد المناسبه باش نتكلموا مع مفكرين وفعالين سياسيين طبعا محليين ايضا على هذه التساؤلات اللي هي جد مهمه للتنميه المستدامه للمملكه المغربيه ولي طبعا اصدقائنا في افريقيا وفي جل العالم. بالعاده الحروب في العالم كانت على ود البترول او على ود الغاز، دونك باش الحرب هذه الاولى والعالم اليوم بعد المناطق كتبين لا ريزيليونس ديالها. حنا شفنا كيفاش اوروبا في البدايه كانت واحد الحاله يعني خطيره، غادي توقف الغاز من روسيا، كتستورد اكثر من 40% من روسيا، وكيفاش غادي تعمل يعني باش غادي تعوضهم، وتدريجيا خداو جميع المواقف وزعما عملوا توزيع على جميع المناطق وشراوا الغاز الروسي من امريكا من عده مناطق اخرى، بناو محطات ديال الغاز الروسي، واليوم غيمكن لهم يمكن لهم يبوس باسي الغاز روس. سا ايتي تري دور مي اي سون ان تران دو سان سورتير. وهاد لا سيتواسيون انتريسيال اي انتريسيال ا ايتي ريزيليونت aux fluctuations des crises politiques. Idem en Algérie et la Tunisie. C'est la première fois de l'histoire de la région et au-delà de l'histoire du monde qu'une infrastructure de transport énergétique entre deux pays est interrompue de manière unilatérale. Donc, pardon de le dire de manière qui sera très politiquement correcte, il s'agit donc ملتقى اللي حقيقة فرض وجوده كملتقى ديال الحوار في المجال الديني والفكري والأدبي والثقافي، الآن ولا حتى كيفرض وجوده كملتقى للحوار في ميادين اللي كتهم التنمية بصفة عامة. الأمن الطاقي ما بقاش مشكل المنطقة معينة أو البلاد معينة، وإنما هو كيتفكر في واحد المحيط
اكبر، وربما في هذا السياق الرؤيه ديال صاحب الجلاله والمشروع اللي اعلن عليه صاحب الجلاله مع الرئيس النيجيري ديال الانبوب الغازي من نيجيريا للمغرب ومن المغرب عبر المغرب لاوروبا، غادي يقدر يجيب واحد الجواب صريم ومهم ودو كونفيونس ودو مصداقيه ودو ثقه فيما يخص الامن الطاقي الاوروبي. وهي قضية مهمة، يعني قد تغير القطبية الواحدة في العالم، وقد تغير التكتلات العالمية، قد ينشأ هناك تكتلات على سبيل المثال بين روسيا والهند وإيران والصين، وهي تمثل نصف سكان العالم تقريبا. يعني كل العالم يعاني وكل العالم يئن، وبعد ما تنفسنا السعداء قليلا خروجنا من الحرب من الكورونا، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا يعني أدى لدخول من أزمة لأزمة، وبالتالي إحنا نعاني من كساد تضخمي، ونعاني من أزمة الإمدادات، ونعاني من قضايا كثيرة قبل الحرب وبعد الحرب إجت الآن عمقت هاي القضايا. لا أحد يعرف ويتنبأ بمدى وحدة وعمق وتأثيرات وتداعيات هاي الأزمة، لكن يعني قد تمتد لفترة طويلة وقد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة. اليوم كان الملتقى حول التحديات المتعلقة بالطاقة والحالة الاقتصادية في العالم، وكانت المداخلات قد تطرقت إلى التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتحديات في مجال الحوكمة وكيف يجب أن نكون في مستوى من اليقظة عال، حيث لا نؤخر المشاريع عن وقتها للاستجابة إلى الحاجة الماسة التي تظهر بعد هذه الأزمات. شكرا.